عسلامة، مرحبا بكم، ورجعنا اليكم في رياكسيون جديدة وتراك جديد عنده نهار ملي هبط ستو هابي اول. ريت العشر ثواني الاولى في التيك توك عطتني برزا، قلت هولد اون لازمني نعمل رياكسيون عليها. دونك ستو عاد بقوة للبرايم ستو بالنسبة لي الاخ، انا لو نتمو نحكي ستو متاع اللي الارتيست اللي غني على الحب وعلى الوجيع وكل ما نسمع ماني ما سمعتوش تركيت هذوكم ما قلتش عليهم ديجا. ستو متاع مستر سلطع، ستو متاع تركيت القدم، ستيل هذاك هو ستو اللي انا حابي ياخذ. علاش قطرو فلتة في الوقت في الحاجة هذيك، الحاجة اللي عمل حاجة ما صارتش قبل في تونس متاع الميكس بين الكليب اللي فيه برشا موفز، اللي فيه برشا ايديت، اللي فيه برشا افكار الفاني الترول. دونك عمل ميكس بين دوم الكل بجود بارز، خليني نقول اوكي نشبث فيه، قول او حاجه جديده كرييتيف و ام ام طون سامز جود. مي المشكله فيش انه من بعد كارتيست هتغريت تحط روحك ناحي كفار راهي لوب، كان ماكش باش تدخل في اللوب هذيك وباش تحاول تعمل موسيقى اللي كنت تسمعها البنات ونساء والصغار والكبار باش تولي باش تولي عندك فلوس وعندك دي شوكيز وكل. دونك حقه، انا مش قاعدين نلوم فهمت، مي نفرح كي الراب يخو يفك روحه من المود وهيك يعملوا لنا تراك كيما هكا فهمتوا، كيما ام في بي تركز على الاخر الفكره الديستراك من تحت من تحت تحت العباد اللي خدمت معه وكل. دونك نايس توش عليكم، سألوا عني بيم لإخوتنا فلسطين ولبنان وسوريا وبلايس الكل ربي معهم بخير فلسطين ما عايشين فيها. أبونيفو في اليوتيوب خلقوا شيء ديسكريبسيون اللي رأي السكن شانل وبليت بعد اللي صار على قضية فلسطينية. دونك تقاول مين شانل في ديسكريبسيون والباقشيش كي تحب تسيبورتينا خاطر شانل ذي مفيش مونتيزاسيون. مرحبا بيك. Through the screen, rap reaction slick, just like a movie scene. Ball so tight, analyze the flow, catch the metaphor, see how the words glow. Hey. Yeah, yeah, yeah. Hey. Hey. Rad. Check the level, you niggas devil. You never ever gonna do me wrong again. Yeah, you never ever do me wrong again. تجموش برسمي، هو بالرسمي انت يعجبني فيه حتى في الواحد في الانترفيو متاعه ستاف قال لك خلط وفت والغلطة في فترة جت في فترة ضعف معناها هي الفازمة انه بعد ما صارت له عملية التحيل كي جيتو البرود ورميت له توقع نجيت البنى قوسين حسب ما هو قال انه توقع نجيت طلع فيك، هو سيبه وقت في لحظه ضعف وعطيه يرجع يخدم وعطيه سحب على البرود جديد وعاود معروف وكل. دوك ليتس جو عاود تصاتو شو تذي ان شاء الله ما تعودش تصير، وكيف حتى كانت عاود تصير وما عندك كان سيبورتي تقف مع خاطر يقعد بشر واحد اثنين هذه خدمه وراه دومين الموسيقى ياسر صعيب. دوك ما تلوموش العباد. Check the level, you niggas devil. You never ever gonna do me wrong again. Hey. Cause I'll be kill what I'll be, ain't nobody can come. خاطرني باش نولي كيما يعني كيما الوزابي حار برشا معناه هارد برشا. بيت يا جبان كين زاكي في سانسيرو بوزيزي شعل السير. حلوة ريفيرونس كيما انزاجي في سانسيرو معناها ليجوند نتاع الميلان في اقوى تيرا يح. بوعزيزي دونك هي ريفيرونس على بوعزيزي اللي شعل روحه، مي انا بوعزيزي نشعل السين اوكي ربي يرحمك. والمليون ما عادش يعيش ديبريسيون دوي عصاب رابر تولت تخيش. واو المليون ما عادش يعيش فاكت والله كان اخو انا هو مليون ما عادش يعيش عائله، ما انا اخو مليون نبدا الحمد لله يا ربي فهمت. دوك مليون ما عادش يعيش رابر تولت تخيش معناتها تخرب. قلت ايه والله قلت لكم الراب التونسي تنكتم
برشا ريبريت ما عادش تهبط، برشا ريبريت تعمل في حتى كتابة ما عادش تحفظت، راب توسي تنكت أمه. ها؟ بريت وليت تخيش بيدي دي جموع يعني وانتي كم كواستو مش نرمال دي اختانا برسم مي I'm a boss leader سايد هاسل دور العجلة زبين في سكيدة اوكي ايش فلو اسكور تعمل لي تمسيدة نخرج من ريسيبسيون باوتفيت جديدة في يدي وحيدة نخرج من ريسيبسيون باوتفيت جديدة في يدي وحيدة تين دوز نعيش في حياتي كيما كنت نستخايل العين حق مرة في الشهر دم نسيل وليت نترينا ونقيل ريت الحاجة اللي عملها انه اوكي تو هو يعني ما في حالته المادية مش لك الكل وممتو يحب يرجع في الكورس يحب يرجع يهبط برشا بموزيكا قطره تحرم من التهبط برشا دونك هو والتيم متاعه اكيد ما نجموش نقصروا من التيم عملوا قالوا حتى كيش نحاول نهبطوا كليب كليبات كرياتيف وسامبل معناها ما فيهوش برشا برودكشن ام في بي في جوست عملوا البارتي هذيك نتاع البلاي وكل وحاجات حاجات مش رومال بعد لك اللي بعده ما كتبتش عليه وما سمعتوش اما شفت شويه منه كيف في الكهرباء فاز هكا فمعناها حاجه سامبل وتو وحلوا التليفون في 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 استوديو وقعد يعمل في دي شوتس محليهم معناها مع انه البيت ميكر وراه وكل ياسر حلوه دونك انك ما تقولش لازمك برشا فلوس باش تعمل كليبات سامبل لي تعمل كليبات سامبل الفكره هي اهم حاجه طيب نكيل ماكلتي اونلي هيلثي ويلثي بيبل في شلتي عمي باونس باك كيف اتيك لوز مانيش كيفك انتي انتي شنتي كيف الراك نبوس سنتي انتي شنتي كيف الراك نبوس سنتي يا كيز اي بين بروك ان ا مينيت اها اها يا 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 نخدم تعب شي خلي ناسي تتفوخر بيا يا يا نخدم تعب انا حتى وانا تعب نخدم باش نخلي الناس نتاعي تفخر بيا يا حلو المديول نتاع نتاع البيت ميكر نجيب فلوسي مش طفله كرزه تصرف عليا ها شكون اللي بيكي انا نجيبها بفلوسي مش طفله كرزه تصرف عليا كانت تحين سبور تاخو ميدالية ذهبية سنيك ديسل مش باش نجبد ديسم المرة ذايا مايك تشيك ايوة ايوة منافسي عرفت انت ما ليش جبت حتى اسم باش ما حد ما يخممش انا مش متيح لك في البيج نتاعك انا ضعف اشترى ضحك كيما وايوا يحب البيج الصغير قولو يجيب البارون شكون هذا يا خاطر فما يعني في بالي ملو اللي يديستراكي في البرود القديمه ما ليه يحكي على يحب البيف دونك رابر وايوا يحب البيف مازال صغير قولو يجيب البارون نيكس كور تنس حتى كان قولك بوفون نيكس كور تنس تنس ماك تعرفو 45 باني سكور كبير نتا التنس البوينتس ب 15 تحسب 15 30 45 فهم دونك قلت تاخذ نيكس كور تنس حتى وكان بوفون هو الجول هو اقوى جول في التاريخ يحب يفيد جيب مامون تخلي حاجة قارون برشا من عيني نتاحو هبطو في التوبوغون هتلو زي ليه كيفاش هنا هي قوة الرابر بلاي بوينت صغيرة انك تتق مثلا اكزامبل ها تقول را في الدنيا محلاها الناس الكل شنو تقول لك الكلمة هذي فهمت دونك وين الكرياتيفيتي متاعك ولا وين انت لازمك تبان شنو انا شو الرم يعني الرابر لازم يكون ديب واذكى برشا من الفانز نتاعو علاش على خاطر هو اللي لازمو يحرق روحه باش يخرج لك صوره شعريه اكسح من اللي انت تقوله فهمت واش قالك قالك طلع خلينا نعاودو البار باش يفهموني شنو نقصد برشا من عيني نتاحوها يقولك تحت من عيني فهمت دونك كيفاش باش يوصل لك قمه الطيحه نتاعك فما الحمد لله بلينكوس قالها مذرة في بار طلعت بيك الفوق باش كي تطيح مع تتكسر من عيني مش تفقدش انا وصلت بيك الفوق فهمت دونك هنا ايش قال قالك طلعت بيك الفوق
وعن عبيد لا استنى شو قال هو برشا من عبيد من عينية طاحت تحشش في التوبوغون. التوبوغون هو كل واحد متاع في ثقافة المدينة الميلي كل بعيد كما النفق لوط أو تطيح. دونك حلوة الصورة الشعرية في التوبوغون هتلو سي كيش تكره بلبسة جديدة كوارد فيزا امشي ويجا في دوز معايا تشة جديدة تيتا في النانا نانا في التيتا لولد في يعجبني ستو عرفت تحسو الريفرنس نتاعو والقراب برشا ليانا معنا افلام مصريه كوره. دونك حلوه تيتا فنانه وانا فتيتا اوبا اوبا او مسرحيه مصريه نتاع عادل امام انا فتيتا لولد في الكوجينه طيب في الكيتا خدها بالبوس كيما حبيتها نقر في البوسي بالفرشيده خونا نحب البوس كيما حبيتها يا حسره البيت هيك فما ضرب بيت في البيت يح عندي 99 مشكل وانت ماكش منهم نضحك على عبيد لي معناها انا عندي برشا مشاكل اما انت ماكش منهم مشاكلي معناها منيش حاسبك قايلني غير منهم كان الرجل اللغه جيب شكون يترجم لهم سينو ما نقص برشا خط بالرسمي قوت بارز معناها بين البار والبار فما بار كازح الوليد مش ديما نسمع موسيقى كيما هكا راهو خليني نخو راحتي سيدي والله راكم فاهمين اكثر بالغلط في تونس والله فماش علاش باش نحكي كان انت طلعت منهم جائزة اكبر طحان في تونس يا خوها عن جدارك العادة اكسر عم سماء يا خو جايزة متاع اقوى رابر في داركم شكون هذا والله فما واحد قاعد يتبيكا راهو ليه خلينا نقرا شو كومنتات في ستايل ساعة سعيدة اوكي رعد اوكي على انه صحيح لي ريتو ولا مش رابير مبانسا فور رابير انا دي بوي دقيق فهمت على شكون يحكي حتى ذكي فيا انا ما فهم حد شي اوكي ادو سنيك ديسينغوي وينجز اوكي عبالي تكون فرحانة اللي فهم في الاخير يتبع اوكي دونك ما الكومنتار الوحيد اللي تسمى فيه رابير مغني هو دي بوي عم سماء يا خو جاي زمتع اقوى رابر في داركم ساقيك الضيفة كي كتيبتك نتعشى فهم ساقيك الضعيفة كيما كتيبتك يا غيبتك نايس برو نايس عشرة على عشرة مية على عشرة برسمي مية على عشرة تراك متكامل وعرفت دز معانا شوية خد ما في ديما صوت كانت قصار على الأخ دقيقتين وعشرين ثانية زدنا قيمة 3 دقايق وصلونا ومن غير فرا دونك برد لي على قلبي والحق عندي مديدره ومعنا يعني باش نلقى تراك كاسح نتعب في تونس وليت تاع ساعات بحق نهصلي باش نلقى تراك يتسمع واحد اثنين في ما تحكي خاطري ساعات راه تركيت الفايب شنو مشكلتهم مع خاصه انا كانسان رياكتي ما عندك ما تريكت عليه شو قد اشتحى معاك وانا على تراك متاع فايب وين الفايدة فهمت قد ممكن ما اعطيك الفايب في تونس ما فيهمش جود ليركس ما فيهمش بارز جوست عبيت قاعدة تكمبوزي كليم على فوق البيت باش يتبع الريم وباش يتبع الفايب وكا دونك لا انا يروق لي ولا نجم نضيف لك حاجه في الرياكسيون تاعي دونك على ذاك هنا نتجنب ديما تركيت الفايب الا اذا كان يكون حاجه ورثت دونك ستو هابي اور 10 10 حب نقول لي في الكومنتات شكون يديسي شكون يسب ونتقابلوا في رياكسيون اخرى الى اللقاء